أهلا وسهلا بكم. اليوم رح نحاول رسم الصورة الشخصية السيلف بورتريت. رح نحاول نرسم صورة شخصية لكن على الزجاج. الآن أراويكم بعض المحاولات لرسم الصور الشخصية وأنتوا قولوا لي شنو رأيكم. يعني مثلاً هنا هذه الصورة الشخصية وهذه محاولة رسمها على الزجاج. المواد مختلفة، الألوان مختلفة، الخلفية مختلفة، فأنتوا شوفوا ولاحظوا وقولوا لي شنو رأيكم بها. هنا عندنا صورة شخصية ثانية وهذه لما تنفذت على الزجاج. أما اليوم فرح نرسم هذه الصورة لكن رح نرسمها على صحن بورسلان. نبدأ بعملية التخطيط. للتخطيط استعملت قلم عادي، قلم جاف عادي، ومن اقتنعت بالخطوط وحسيت جبت الشبه بيها خلص بديت بالأوتلاين. ملاحظة جدا مهمة، هذا الصحن الزجاجي للاحتياط ممكن فد يوم نستعمله للضيافة أو للتقديم، فممكن يتعرض للغسل، لهذا قررت أن أستعمل الألوان الصحيحة في رسم الصورة الشخصية على هذا الصحن. الأقصدة بالألوان الصحيحة هي اللي مكتوب عليها 160، الأوتلاين مكتوب عليها 160، والألوان اللي راح أشتغل بها مكتوب عليها 160 اللي هي راح تكون درجة حرارة الفرن اللي ما يعادل 320. الآن عملية التلوين. لتلوين خصلات الشعر اختاريت البني والأحمر والأسود. بالنسبة للألوان استعملت ألوان الفيتريا 160 اللي مكتوب عليها 160 اللي هي درجة حرارة الفرن. ضروري جدا أن تعلقين الفرن ويكون الفرن حار. يلا تدخلين الأشياء اللي لازم تطبخيها. والملاحظة الثانية، من تخلص الأربعين دقيقة خليها للأغراض بالفرن، خليها تبقى بالفرن إلى أن هي تبرد، ساعة ساعتين ثلاث ساعات عادي. الآن جاهز ويانا الصحن، أتمنى أن ينال إعجابكم وانتوا قولوا لي جبت الشبه لو لا. محاولة بسيطة أتمنى أن تنال إعجابكم.